نظمت الجبهة الثقافية لمناهضة العدوان ندوة لفضح الدور الأمريكي باستخدام أدواته العاملة على تدمير بلادنا. أمريكا تقتل الشعب اليمني. تحت هذا الشعار تواصل الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان فعالياتها وندواتها التثقيفية والإرشادية للعمل على تحصين الجبهة الوطنية وتوحيدها لصد العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا. عالية وندوة فكرية وثقافية بكل معنى الكلمة تؤرخ للحالة الأمريكية وعدوانها على مستوى العالم، وأننا عندما نقول بأن أمريكا تقتل الشعوب وأن أمريكا تقتل الشعب اليمني ليس من باب المبالغة، ولكن من خلال تأريخ أمريكي على مستوى العالم يذكر بالتفنيد وبالحقائق في هذه في أوراق العمل التي تقدم من الدكتور عرفات الرميمة والأستاذ ثابت القطاري وورقة عمل خصني حول هذه المحاور. فعلا المسألة تتعلق بحيثيات موضوعية وأكاديمية ومهنية وموضحة بالأرقام وبالتاريخ، تؤكد ما يذهب إليه الشعب اليمني من شعوره العام ومعرفته وإلمامه الكبير بأن أمريكا هي من تقتل الشعوب وأن أمريكا تقتل الشعب اليمني، وأن تلك الأدوات ليست إلا أدوات بكل معنى الكلمة، وأن الرأس المدبر والكبير وزعيم العصابة والشيطان الأكبر ليس إلا أمريكا. الندوة اليوم هي في إطار الحملة الشعبية أمريكا تقتل الشعب اليمني. في الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان رأينا أن نضيف عبارة بأيد سعودية، وأقمنا 4 فعاليات شعرية في هذا الجانب، لكننا أيضا كوننا نعنى بالوعي وبالجانب الثقافي الذي لابد أن نتحدث فيه عن مسألة فيها من التوثيق والأدبيات والتاريخ والحفر في المصادر والمراجع، ارتأينا أن تقام ندوة فكرية يتم فيها النقاش هل فعلا أمريكا تقتل الشعب اليمني؟ السؤال أن أمريكا لا تقتل الشعب اليمني فحسب، بل تقتل الشعوب عموما. الندوة في تعريجها على الطرق والأساليب الأمريكية التي تسعى من خلالها إلى ضرب وتقسيم الوطن العربي بشكل عام وبلادنا على وجه الخصوص إلى دويلات وأقاليم صغيرة وضعيفة غير قادرة على إدارة نفسها واستغلال ثرواتها، لتكون اليد الأمريكية وأدواتها في المنطقة صاحب الحق في كسب امتيازات استثمار ثروات الأوطان العربية وسرقة شعوبها وأموالها. انطلاقا من حقيقة هذا مبدأ ويلسون، انطلاقا من حقيقة أن التجارة ليس لها حدودا قومية، وانطلاقا من أن الصناعي يريد أن امتلاك العالم من أجل الأسواق، فإن على علم بلاده أن يتبعه أينما ذهب، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تخلع. اسمعوا، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تخلع، وعلى وزراء أمريكا أن يحموا امتيازات رؤوس الأموال حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم. حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة، ويجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم. أنتم مجرد أدوات منفذة، مجرد عبيد تحت السيطرة الأمريكية. هذه الأدوات لا تتحرك أبداً إلا بقوة سلاح أمريكا، بسيطرة أمريكا، باقتصاد أمريكا. العمل على تحصين الجبهة الداخلية لبلادنا ثقافيا وتوعويا من خلال تكثيف الندوات الإرشادية والتثقيفية في أوساط المجتمع يقطع الطريق أمام كل الوسائل التي يسعى من خلالها العدوان السعودي إلى زعزعة وشق الصف الوطني الواحد وتحقيق أطماعه في بلادنا.